يعني انا ما اقدرش اقعد هنا وانتوا بتصرفوا عليا يا خواجه صروف. احنا مين؟ انت بالذات يا خواجه. ما يبقاش دماغك ناشفه زي ابوك وتودي نفسك في داهيه. البوليس بيدور عليك من ساعه الحمله المهببه اللي انت عملتها امبارح. ومن امتى يعني البوليس ما بيدورش عليا؟ تقوم عايز ترمي نفسك في النار؟ انا عارف انا بعمل ايه. انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ هقدم طلب هجره. انت عايز تحرم برجليك؟ انا ليا اساليبي. انت مجنون. اصل انا ما عادش قدام مني سكه تانيه يا خواجه. خلاص البلد دي شغل فيها بقى مستحيل، ومع الحصار اللي عاملينه المصريين عليا حاسس يعني ان بقيت عبء عليكم ومش هقدر اعمل حاجه. انت مش لازم تستنى في البلد دي ولا دقيقه. ليه يا خواجه؟ حتى لو قدمت طلب هجرة من غير ما ياخدوا بالهم منك مش هيوافقوا عليه. ايوه بس ده ما يمنعش برضو اني اجرب حظي. انت لازم تسمع كلامي. هو انت قلت ايه بس يا خواجة؟ انت لازم تسيب مصر الليلة. ايه؟ في عربية نمرتها 55-66 هتستناك عند الفجالة في شارع الملكة الساعة 3 بالليل. عربية ايه دي؟ عربية هتاخدك على اسكندرية. اسكندرية؟ الليلة؟ أيوة، ولازم تبقى هناك حوالي الساعة 7 الصبح قبل الناس ما تصحى. هناك فين؟ بكرة تعرف. لا أنت عايز إيه بالظبط؟ لا أنا لازم أعرف أنا رايح فين وعند مين وليه قبل ما أخطي خطوة واحدة من هنا. عاجبكم تشتغلوا بشروطي أهلا وسهلا، مش عاجبكم سيبوني وأنا أعرف أدبر حالي. ليفي وبصراحة كمان أنا زهقت. أنا لما كنت بشتغل لوحدي كنت مستريح، كنت عارف راسي من رجلي، كنت مدوخ المصريين والإنجليز وقبل منهم الألمان. ما عرفوش ياخدوا مني حق ولا باطل. معلش يا خواجه صروف انا اسف، وفي نفس الوقت متشكر قوي. على اذنك. خايف عليك يا حبيبي. يعني انا اللي مش خايف على نفسي يا خواجه؟ انت متهوي. هي يعني دي اول مشكله ادخلها يا خواجه صروف؟ طب انت عايز تعرف ايه؟ عاوز اعرف كل حاجه من البدايه. تعال يا حبيبي، تعال اقعد هنا وانا هقول لك. العربية هتاخدك على بيت الخواجة سمحون. شارل سمحون بتاع اسكندرية؟ انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش، لكن سمعت عنه. صرح هتسافر معاك عشان تقدمك بنفسها للخواجة شارل. هو عايش لوحده مع بناته بس من يوم المرحومة مراته ما ماتت. تعتقد يعني خواجة صروف ان بيت الخواجة شارل سمحون ده هيبقى امان بالنسبة لي؟ انا متفق معاه على كل حاجة. مفيش حد هيعرف انك هناك ولا حتى الخدمين. ازاي ده بقى؟ في اوضة فوق عندهم كانت المرسم بتاع اليس ام البنات، مفيش حد بيدخلها ولا حتى الخدمين. الاوضة دي بقى انا اللي هعيش فيها. بالظبط كده، يعني هخرج من سجن لسجن. كلها كم يوم يا حبيبي لحد ما نلاقي طريقه نخرجك بيها من البلد. اسمع الكلام يا حبيبي، العساكر اللي ماسكين البلد اليومين دول ما لهمش امان. هي قلت ايه؟